خلينا نروح لتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري العام من بداية 1948. 114 مباراة، ده عدد المواجهات. إن شاء الله النهاردة تكون المواجهة 115. الفوز كان حليف النادي الأهلي في 42 لقاء 25 فوز للنادي الزمالك، 47 تعادل ما بين الفريقين، وفارق التهديف في مصلحة النادي الأهلي 139 هدف بالنسبة للنادي الأهلي، 98 هدف بالنسبة للنادي الزمالك. وهنا بداية النادي الأهلي ومشوار السيطرة المحلية حتى يصل إلى السيطرة القارية ويأخذ لقب نادي القارة. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات، عدد المواجهات 230 مواجهة، 98 فوز بالنسبة للنادي الأهلي، 56 بالنسبة للنادي الزمالك، التعادل في 76 مرة، عدد الأهداف 334 هدف و200 ده بالنسبة للنادي الأهلي، 245 هدف بالنسبة للنادي الزمالك. دائما وأبدا الأرقام لا تكذب، وهي اللي بتعكس لك كل مشاوير الفرق ومستواها الحقيقي. Number never lies، وهو ده اللي بيبرز لك كل حاجة في